قصص روتها الكتب وتحدثت عنها الأجيال. أنبياء الله نتعلم من سيرهم ونروي حكاياتهم. قصص الأنبياء يوميا في رمضان عند الثانية ليلا والثانية ظهرا والثامنة مساء عبر المدينة أف أم. النبي الخليل إبراهيم والنمرود أقوى ملوك الأرض الذي قتلته ذبابة. الجزء الثاني. في هذه الحلقة نكمل لكم قصة خليل الله إبراهيم وأبي الأنبياء. وبعد أن دمر آلهة قومه واجتمعوا عليه ليلقوه بالنار العظيمة التي كانت بردا وسلاما عليه بأمر من الله، تداولت الأخبار عن نبي الله الموجود في العراق والداعي لعبادة الله الواحد الأحد، ووصل الخبر لحاكم الإمبراطورية البابلية الأولى الملك المغرور النمرود مدعي الألوهية. ودعا النمرود إبراهيم لقصره ليثبت النمرود أنه إله فعلا كما يدعي، وناظره في أمر ربه فتحداه إبراهيم كما قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. صدق الله العظيم. فأتى برجلين محكوم عليهم بالإعدام، عفى عن أحدهم وقتل الآخر. فقال النبي إبراهيم: الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فعجز عن الكلام وزاد غضبه لإحراجه أمام قومه وهو كبيرهم. قال تعالى يصف الموقف في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. لم يكتفي نبي الله إبراهيم بذلك، بل ناظره في تسير الكواكب والرياح والمطر. وفي كل مرة يعجز النمرود وتنحط كرامته وهيبته، تركه إبراهيم مستهزئا من ضعفه. فأرسل الله ملكا للنمرود يدعوه للسجود إلى الله، فرفض وقال: إنه الله، بل تحدى الله عز وجل وقال له: اجمع جيوشك وأجمع جيوشي ونرى من ينتصر في النهاية. وفعلا حشد النمرود أقوى جيوشه وانتظر طلوع الشمس وهو واقف وسط جيشه ساخرا من إله إبراهيم. وفجأة ظهر جيش من جيوش الله، حيث ظهر بعوض غطى نور الشمس وهجم على جيش النمرود، امتص دماء الجنود وتركهم قتلى. أما النمرود فقد أراد الله أن يجعله عبرة، بل ويسخر منه كما سخر هو من الله عز وجل. فقد أمر ذبابة أن تدخل جسد النمرود عن طريق أنفه، وبقيت بداخله تؤرقه وتعذبه وتؤلمه حتى لحق بجيشه ولم يبقى منهم أحد. قصص الأنبياء، إعداد وجيه الجندي، التعليق الصوتي تيمة علي، إنتاج المدينة برودكشن.